مصطفى خلوش هذه نقرا لكم هذه جاذبيه ديال الشريك ديالو ولكن هذا هو الشهاده ديالو في نص مصطفى خلوش حاضر اذا مصطفى خلوش اولا هو عضو اتحاد الكتاب المغربي وعضو مؤسس لنادي عليكم الركوب وهو نائب الرئيس اذا المساله فيها تواضع صدر له في الشعر غارات الجمون زنادق سوداء سماء جاحدة بقليل من الحظ وفي الهيكو ليس إلا نفحات من الهيكو المغربي عينات مجهرية وأنت تقر أنك اشتركت معه في هذه الجريمة إذا تفضل بشهادة في صفحة كما كان سائلا في اغلب التراجم على الترجمات العربيه
اشتغل تل غيب بابل، بل إنه كان دقيقا جدا في مسألتي الجملة والتركيب الشعري، وحريصا أيضا على أن يضم النص المترجم محافظا على حرارته وضفه الشعري. فالترجمة هي إبداع ثاني للنص الأصلي، تراعي ضمن الاتصال والانفصال بين الخصوصيات الشعرية والمثابرة عبر مقاربة الروح الشعرية التي توجد في النص الأم. وبذلك نفهم معنى الترجمة حتى عند المدندرات، فهي عملية مسؤولة بهاجة الشعرية شعرية الذات في مقابل شعرية آخر، بالاعتماد فن المراوحة التمويلية بين عينة الخيانة وشينة الوفاء الراهن الأقوى والأقرب إلى التلاطف والتبني منه إلى الاستبصار والتصالي، أقرب إلى الدبلجة المتوسلة للخصائص الشعرية تركيبيا وبلاغيا وإيقاعيا لضمان التناغم مع ضربة المستقبلية المحكومة بشروط تقصير في الأرضاء الممكنة والتفادي السقوط وتفادي السقوط الآلي في فخاخ المبني للمجال. هذا كان قول المدراء وهو مقتطف من تصدير أنطولوجيا غرب اليابان. وجاء عمله الأخير ترجمة بعثات من حضرة الباشا الذي يعتبر بحق مرجعها لافتة في الترجمة في ترجمة نصوص غرب اليابان لشعارات من عصور مختلفة مرارا بباشو ومساكوكي وتاكاياما وأراساكو. في هذا العمل ترجم نور الدين ديران أكثر من 400 نص صنفها وأدرجها ضمن ثلاثة أبواب: فصل الفصول، فصل الكينونة، وفصل الكائن. وهذا أعتبره دماء منه خلاقا في التنظير والقراءة النقدية العميقة للفن لايك، إذ يجعلنا نستنتج موضوعات الغايه اليابانيه التي تناولها شعراء الغرباء العصور. وليس الغايه محدودا في الكيبو اي الطبيعه كما يعتقد الكثير من المغالقين، فالمترجم صنف نصوصه المترجمه الى ثلاث فصول. اولا فصل الاصول، نصوص هذا البيت يقال به الغايه المنتصف في الكيبو كما هو متعارف عليه منذ فصل ماشي خريف شتاء ربيع الصيف. فصل الكائن، وهي نصوص يحتفي بها الهايبس بالموجودات والكائنات حوله، فراشات، طيور، حشرات الى اخره. وهذا هو التجديد الذي جاء به شعراء الهايبو او ما يسمى بشيكوان. وابرز شعراءه المترجم له شيكاوا هايبو، ماساكو تشيكي، بيانا ناتشاواتشي، موساكي اوزاكي. هؤلاء يتخلوا عن الهايبو في شكله ونفي الكيجي اي ينشر الانتاج في السطر الأخير للهايبو المعتمد على الكيبو، بل إنه يجدد في الروح والمضمون بالاعتماد على التشبيه والاستعارة الخفية التي ينقلها الكثير في استعمال في بناء الهايبو التقليدي. يقول روبين ديراز في حوار أجراه مع الصديق شاعر عبد الرحيم الخصاب في جريدة الأخبار اللبنانية، هذا الصادق شهر نوفمبر 2018، إن الهايبو في منشأ الياباني مع رائده الباشو معروف ببنيته الهندسية، غير أنه سيظهر في مراحل لاحقة لموجات التطور عبر حساسيات شعرية متباينة وتصورات إبداعية متنوعة وحديثة. ثالثا فصل الكينونة، أي شعر وأي لغة تحمينا من رواية السعارات والتشبيه وحضور الألم. مخطئ من ظن أن هذا الشعر بما فيه الهايبو أن يتبحر في الصورات والتشويه وحضور الألم. من قال بذلك فهو أهل إن الشعر هو كينونة الألم وحضوره في أبهى صفائه وتجلياته. يقول تاكاياما في أبدل الغم ينهش الصخر كذبابة الجبل الغامرة. هنا نرى جميع حضور المجاز ينهش الضجر، ونرى تشبيه كذلك كذبابة للتعبير عن ذات الشجرة التي ينهشها الضجر. وقس على ذلك نصوص الفصل بكامله، فصل الكينونة. ولعلنا نبدي هنا مترجم لهذا العمل يريد ان يقول لنا او يرد على هؤلاء المتحققين الذين حصروا الهايبو في الكيبو
حصلوه في نوع كلاسيكي لا يخرجون عنه، وكأن الدراف في الفصل الأخير من الكتاب يرد بالأمثلة المحسوسة على هؤلاء ويتصل بشيء من الزمان. شكرا لكم في هذه المقطع وقصاتك البلية في الشعر العربي، وفي هذا الجنس الذي علينا أن نعتبره اليوم شيء من العربي. شكرا.